تكلفة تشييد القصر 2 طن ذهب؟ معقولة يا باشمهندس شايد؟ أمال إيه يا مولاي؟ مش ده ضريح الملك الله يرحمها؟ أنا بعمل لحضرتك حاجة تعيش. وبعدين يا مولاي، هو الملك الهندي اللي بنى تاج محل ده أحسن مننا في إيه؟ في حاجات كتيرة هندسة، يعني إحنا بنتكلم في إيه؟ مولاي، وبعدين أنا مش عايز أفتح محلات خالص، أنا عايز نعمل ضريح، نوزع قرص، نعمل كولدير مية بحيث الناس تشوفها تقول الله يرحمها يعني كانت ست طيبة وكده. ما يصحش يا مولاي، ده في المملكة اللي جنبينا عمل لمراته بيتزا كوين وحشاها من الأطراف. ايه بيتزا كوين دي؟ مولاي مش هناك برجر كينج؟ اكيد في بيتزا كوين. طب اقول لك بلاش قصر، اعمل لي شاليه. معقول يا مولاي؟ هنبني شاليه على روح الملكة برايا، مين هيروح لها لحد الساحل الشمالي؟ كتير. بص يا شاهد، انا هكون كريم معاك، قول انت عايز ايه. ياه يا جلالتك، انا شغال الشغلانه دي اكتر من 30 سنة، عمر ما في لا ملك ولا لورد ولا حتى دوق ولا سفرجي سألني انت عايز ايه يا شاهد يا رجب. الشاهد اللي بيتلطم من كسر الكسر ومن قلعة القلعة وبيكبت اضعاف وزنه ذهب، شاهد اللي عمال يتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق ومقضي حياته بالطول وبالعرض وبالارتفاع. انت اول واحد يسأل عن شاهد الانسان، مش شاهد المعماري العبقري الفز عاشق الملذات. حلو قوي يا شاهد، بس انا بصراحه كنت عايز اسالك، انت بتشرب قهوه ولا 3-in-1؟ اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. تخيل يا عزيزي ان هناك رجل كاتب من اليابان زار مصر وراح الاهرامات في عالم موازي ما حدش فيه سمع عن الاهرامات. الرجل ده لما راح لقى مبنى ضخم على شكل هرم في نص الصحراء. ايه المبنى الغريب ده؟ ودخل جوه يبص عليه، لقى شكله جميل فعلا وعليه بقى رسومات فرعونيه وزخارف وفي ناس عايشه جوه. يا شباب ادفعوا اجر لحد؟ لا، ده صاحب المبنى مات، اكيد دفعوا لاولاده بقى. كله مات. فاللي تخيل يا عزيزي ان هذا الكاتب الياباني قرر يعيش مع هؤلاء الناس. واحد يا ابو حميد، ازاي هعمل كده؟ الهرم ما فيهوش شبابيك والدنيا هتبقى ضلمه. عزيزي يعني هي دي الثغره الوحيده اللي في القصه؟ جايب لك كاتب من اليابان عايش في عالم موازي ما يعرفش الاهرامات وفي ناس عايشه اجار جديد جوه. ده عزيزي هايبوثيتيكال. ايه المهم في هذه القصه الهايبوثيتيكال؟ هذا الكاتب عاش جوه الهرم ونشر من خلاله روايات وكتب عنه قصص. المهم العالم قرا القصص اللي كتبها هذا الرجل وقال ايه الموضوع ده يا جماعه؟ ما تيجي نشوف هذا المبنى ونرممه، شكله كده حاجه جامده ما كناش واخدين بالنا منه لسنين طويله. وبعدها يبدا العالم في اعاده استكشاف. بشاهد الجميل، فاكر لما قلت لك ان هذه القصه خياليه؟ هذه القصه حصلت ولكن في بلد تانية. الا فين يا ابو حميد؟ مع اهم مبنى سياحي في اسبانيا وهو قصر الحمراء. ده يا عزيزي اكتر مبنى بيجي له زوار في اسبانيا كلها. ده اكتر من كام من هو ابو حميد؟ قبل ميسي ولا بعد ميسي يا عزيزي؟ تفرق. قصر الحمراء يا عزيزي هو الاهرامات بتاعت اسبانيا، والقصر فضل مهجور تقريبا من بدايه القرن 17 لحد نص القرن 19 تقريبا، قرنين ونص، 250 سنه هذا المكان اللي في مقام الاهرامات مهجور. واحد يقول لي استنى يا ابو حميد، ايه القصر ده اصلا؟ ومال الحمراء ده يا ابو حميد؟ ذات الرداء. هقول لك، زي ما انت عارف ان اسبانيا والبرتغال واجزاء من جنوب فرنسا كانت في يوم ما الاندلس، والاندلس كانت حضاره متقدمه بيحكمها المسلمين، وكان عايش في هذه الفتره مسلمين ومسيحيين ويهود. الفتره دي بيسميها المؤرخ والناقد الادبي أمريكو كاسترو كونفيفينثيا او الكونفيفينثيا من ريكونكيستا. الاسباني بتاع عزيزي محتاج تقويه، واللي معناها التعايش. الممالك المسيحيه في اوروبا بدات تتوسع باستخدام الحروب، وخرجوا يسيطروا على منطقه اسبانيا والبرتغال كلها، ومشوا المسلمين واليهود من هناك. الفتره دي اسمها ريكونكيستا، دي حاجه كده زي الريمونتادا ولكن جون فيها بتحسب للي موت ناس اكتر. حكم المسلمين وقتها بدأ ينحسر ويتفكك لإمارات أصغر بعد ما استمر، شوف قد إيه، 750 سنة. إمارة غرناطة دي كانت آخر إمارة حكمها المسلمين في الأندلس، وصل لحكمها واحد اسمه محمد بن نصر ابن الأحمر. ابن الأحمر بدأ في بناء قلعة كبيرة لحكم غرناطة. إيه يا أبو حميد، هو مش اسمه الأحمر؟ أمال الحمرة دي تبقى مين؟ الحمرة يا عزيزي تبقى حيطان القصر. البنائين وهما بيبنوا ابراج القلعه واسوارها استعملوا تربه من الهضبه اللي القلعه مبنيه عليها. التربه دي كانت مزيج من الطين والرمل والزلط، وفيها نسبه عاليه من اكسيد الحديد بيخلي لونها احمر. البنائين حطوا ميه على التربه وعملوا صبه. في الوقت ده الناس كانت بتبني بالطوب او الحجر واوقات الخشب، يجيبوا وحدات ويرصوها فوق بعض. لكن ابن الاحمر كأني مستعجل، غرناطه وسط حروب وهو عايز يلحق يثبت حكمه بسرعه، وبالتالي الحل اللي عملوه كان اسرع. الارض جنبك، بدل ما ترص طوب تصب مزيج طين. الكلام ده يا ابو حميد بيفكرني بالخرسانه.
حلاوه الشطاره دي يا عزيزي؟ قاعد مع حسن علام مستر شاكر صاحب الكود ده، انت شاطر قوي. هي شبه الخرسانه فعلا، ودي على قد ما انها تبان ملاحظه هايفه اليومين دول، بس وقتها ده كان اسلوب مبدع. خد بالك يا عزيزي ان القصر الحمراء ليس قصرا، ومش مبنى واحد ابن الاحمر خلصه وحاسب الناس واداهم دخانهم وخلاص على كده، لا ده قلعه وجواها قصور كتير ومكاتب حكوميه واداريه واماكن سكنيه لموظفين الدوله غير قصور الحكام، وليها نظام ري منفصل وحوارات كثيره. انا بكلمك يا عزيزي على مجمع مباني فضل يتطور لمده 200 سنه تقريبا. في المجمع الكبير ده في كام مبنى كده هم اللي قلبين الدنيا، نسبهم مزيكا للعينين وزخارفهم قصايد شعر. للدرجه دي يا ابو حميد حلو اروح اسبانيا؟ لا يا عزيزي بتكلم جد، القصور جدرانها مليانه قصايد شعر من اجمل اللي اتكتب في الاندلس. في ناس بتعتبر القصور دي اجمل حاجه طلعت من العماره الاسلاميه كلها. المباني دي هي قصور حكام بنو نصر اللي هي عيله محمد بن نصر بن الاحمر. عايزين مشاهد يا وقت الصوره، بص عليها وملي عينك بالجمال. لو لاحظت يا عزيزي هتلاقي نفسك معجب بالجبال والشجر اكتر من المبنى. يعني لو شلنا شويه الشجر والجبال دول وسيبنا المبنى لوحده مش هتحس بحاجه مبهره. يعني المبنى كله شويه حيطان ساده، امال فين القصور والجمال؟ ركز اكتر يا عزيزي، بص ركز ركز اكتر، هتلاقي مبنى واحد في وسط القصه دي كلها هو اللي شكله قصر بجد، قصر تشارلز الخامس. ايه ده ثواني، تشارلز الخامس ده ابو حميد من عيله الحمراويه؟ لا من بلدة تانية. تشارلز الخامس ده يا عزيزي كان امبراطور روماني مقدس كان بيحكم تلات ارباع اوروبا. بعد هزيمة غرناطة وسقوط الاندلس تشارلز الخامس قرر يعبر عن انتصاره بالمباني، وجاب معماري اسباني اسمه بيدرو ماتشوكا. بيدرو ده ما كانش مجرد معماري اسباني عادي، بيدرو عزيزي اتعلم في روما واساتذته كانوا مين بقى؟ عارف مين؟ مايكل انجلو ورافائيل ذات نفسهم اللي هم اصلا شاربين الصلع من معلم رشدان. بيدرو قام رايح رشا القصر في النص كده زي ما انت شايف، مش عارف ده اللي حظ ولا سوء حظ. انا عزيزي بشكل شخصي بحب القصر ده جدا، مش عشان هو جميل ولكن عشان هو بيبين كويس قوي الفرق بين جمال المعمار الاسلامي والمعمار الاوروبي. قصور الاوروبيين يا عزيزي بتحب الهيمنه والقوه والسيطره. بص مثلا على المبنى كده وعظمته، مبنى فخم مبني من الحجر والرخام، وطبعا من اهم الحاجات اللي كانت في المبنى واجهته. قول لي كده عزيزي انت شايف ايه لما تيجي تقرب من هذا المبنى؟ واجهه منظمه دقيقه فخمه، والمدخل في النص بالظبط تحسه يقسمها نصين قد بعض. لما الحاجه يا عزيزي تبقى مقسومه نصين دي بتبقى اسمها تناظر سيمتري. ولو لاحظت هتلاقي ان عاده مباني زي المحاكم مثلا بتتعمل متناظره، لان التناظر ده زي ما تقول كده بيدي احساس جواك الرسوخ والثبات والاستقرار والشموخ. يعني صاحب هذا القصر حاطط على الناس كلها وقاعد مش هيمشي. قارن بقى عزيزي هذا المدخل بمدخل قصور بني نصر. المدخل اللي نزار قباني بدأ بيه قصته في مدخل الحمرائي كان لقاؤنا ما أطيب اللقية بلا معاد. واحدة واحدة بقى معايا يا عزيزي نبدأ بالقصور نفسها. هي في القصور ده يا بحمي كم قصر لقلبين الدنيا ومعلمين على أسبانيا كلها ومجرجرين السياح من مدريد وبرشلونة لحد غرناطة عشان يشوفوهم. غالي عزيزي شوية الكتاكيت اللي جنب قصر تشارلز الخامس دول اللي هم يعني مساحتهم كلها على بعض قد قصر تشارلز لوحده، وتحسهم كده مباني صغيرة كتير جنب بعض. تحس إن قصر تشارلز ده عامل زي تورتاية ضخمة جنبها طبعا حلويات شرقية مليان قطع صغيرة مرصوصة جنب بعض. سيبك يا عزيزي من الحلويات والكلام ده وتعالى نرجع للقصر تاني. المفروض تسألني سؤال منطقي جدا، قال لي يا ابو حميد هو فين المدخل؟ انا عشان الاقي لك صوره لمدخل القصور اضطريت ادور على صوره لقصر تشارلز الخامس. بص بقى معايا كده وملي عينك، شايف الباب الصغير اللي على شمال الصوره ده؟ ده مش باب غرفه الحارس، لا ده باب القصر. شوف الفرق، او اكشلي اول باب في سلسله قصور بنو نصر. انت بتتكلم جد يا ابو حميد ولا بتهزر؟ لا فعلا عزيزي ده المدخل. عايز تحس بالفكره اللي بنتكلم فيها بنفسك، روح شارع المعز في القاهره. هناك يا عزيزي في واحد من اجمل البيوت اللي ممكن تزورها، بيت السحيم. دور يا عزيزي على مدخل لهذا البيت الجميل والرائع، هتلاقيه جاي من حاره صغيره متفرعه من شارع المعز. فين يا اسطى الباب الكبير؟ فين المدخل الكبير؟ انت في بيت السحيم يا عزيزي سهل جدا تفوت المدخل وانت ماشي، ما تاخدش بالك ان في حاجه اصلا. يا لهوي يا جدعان، ما حدش شاف سحيمي هنا؟ الباب ده من بره بيقول لك حاجه، مبنى زي اي مبنى، بس لما تدخل جوه هتعرف ان هناك عالم تاني خالص، وربما دي تكون واحده من اهم عناصر التصميم في حضاره المسلمين، اما ما كانتش همهم على الاطلاق، مش شكل المبنى ولا الزخارف ولا حتى الخامات، لكن الفرق بين اللي جوه واللي بره محدش كان فاهم ده. خليني اشرح لك يا عزيزي، الفرق بين قصر تشارلز الخامس وقصر محمد الخامس غير اسمهم طبعا، ان ده تشارلز وده كده، هو يا عزيزي الفرق بين التورته وطبعا الحلويات الشرقيه. اهم حاجه في التورته هو غلافها الخارجي، شكله وطعمه، لكن جواها يا عزيزي عامل زي قلبك، كيكه اسفنجيه تمتص المقاسي والاحزان. طبعا يا عزيزي ممكن تعمل هذه الكيكه التريليشيه، تضيف بعض الالبان تجعلها حلوه من جوه، ولكن يظل اهم عنصر هو الشكل الخارجي. ممكن طبعا يا عزيزي تبدع وهتروش وتعمل حركات كتير من جوه، تحط مانجا، تحط حشو شوكولاته، تحط رقائق مالتيزرز، ولكن يا
يظل الاهتمام بالشكل الخارجي اهم بكتير في حاله الطرطه، لانها باي ديزاين حاجه بتاثر على اللي بيشوفها. اما بقى طبق الحلويات الشرقيه فهو العكس، شكله الخارجي دايما متوقع، ومهما لعبت في شكل الطبق وعملت حوارات من بره، اهم حاجه في الطبق هي محتوياته. الحشوه عزيزي، تجيب فستق، تجيب بندق، تحط الكريمه في الجلاش، والمانجا جوه الكنافه، والعقده في المنشار. بس هو مين يا عزيزي؟ الحشو. الدلع والابداع يا عزيزي عاده بيكون في الحشو اللي جوه. قيمه كل قطعه في الطبق هي اللي بتعلي قيمه الطبق على بعضه. لفتره طويله عزيزي في الغرب محدش كان فاهم الفرق ده، ولذلك محدش اهتم للمباني دي اصلا، لدرجه ان المبنى كان مهجور وفي ناس بتروح تعيش هناك عادي، لحد ما مجموعه من الكتاب والفنانين الرومانسيين قرروا يعيشوا هذه التجربه، وكتبوا كتب وقصص عن القصر زي الرجل الياباني يا ابو حميد. اسم الله عليك، طلعت لك التشبيه في الاول، دلوقتي بقى بضل. الناس دي كتبت كتب وقصص عن القصر، يمكن اشهرهم كتاب عزيزي حكايات الحمراء تيلز اوف الامبرا، واللي اتحول سنه 1950 لفيلم بنفس الاسم. كاتب هذا الكتاب هو الامريكي واشنطن ايرفينج، وناس كتير بتعتبره السبب الاهم في اعاده اكتشاف الحمراء. ومن هنا بدا الاوروبيين يفهموا الفرق بين عمارتهم وعماره المسلمين، ان الموضوع مش بس بالشكل من بره، ولكن في اللي بيحصل جوه المبنى انسايد. اول مبنى هتدخله هو المشهور اللي هي جايه من الشورى او الاستشاره، ده مبنى بيتقابل فيه موظفين الدوله ويتناقشوا في القوانين وكده. المبنى ده عزيزي هناك فيه حاجه غريبه جدا، فيه مصلى. طب ايه المشكله يا ابو حميد؟ عادي عزيزي، مش المصلى هو اللي غريب، ولكن شكله. بص تاني يا عزيزي على قصر تشارلز الخامس كده، مبنى منظم على بعض، مربع كبير جواه دايره، مفيش هزار، مربع يعني مربع والدايره دايره، وفي الركن شكل ثماني، ثماني منتظم بيلمس الدايره بالظبط. احنا هنا مش جايين نهزر. ارجع بقى تاني للمشهور، في مستطيلات وخطوط مستقيمه ومنتظمه طبعا، بس جه عزيزي عند المصلى وخلى المبنى كله يميل في اتجاه القبلة. الاوروبي بالنسبه له ده جنون، انت ازاي تبوظ النظام بتاع خطوط المبنى؟ يا عم وقف انت بزاويه جوه بس، ما تبوظليش السيستم. تخيل عزيزي واحد جايب لك تورتان دوره وطالع من جنبها كده حته زياده، لا في ايه؟ مفيش بقى الكلام ده في الديزاين الاوروبي. لكن يا عزيزي معماري الاندلس مش مهم بالنسبه له هذا النظام، اللي يهم هو الميننج، معنى الخطوط. وهذا المعنى في عماره المسلمين مرتبط اكتر باستخدام الفراغ اللي جوه المبنى. المبنى من بره هو نتيجه لعلاقه المبنى باللي حواليه، مش اكتر من كده. ومعنى المصلى هو مواجهه القبله، يبقى بقى نلف الفراغ اللي جوه كله بحيث يقابلها. عايزين مشاهد الشنجن صعب، صعب قوي اسالني انا. وحتى بعد ما تحوش القرشين وتسافر اسبانيا مش هيتبقى معاك فلوس تجيب بيها تذاكر وتدخل القصر. لكن انت عزيزي ممكن تشوف هذا الكلام ببلاش، روح مثلا مسجد السلطان حسن او الازهر او اي مسجد في القاهره الاسلاميه، مش هتلاقي ابدا صفوف المصلين مايله على الحيطه ابدا. هذا الاسلوب في تفكير المعماري المسلم القديم خلى اغلب المباني الاسلاميه بتتميز بخاصيه غريبه وان تصويرها صعب. هات لي صوره كده حلوه لبيت السحيم او السلطان حسن او الازهر او قصر حمراء نفسه، دايما هتلاقي صور متفرقه للفراغات من جوه، والمبنى اللي حظه حلو في الصور هو اللي فناؤه مساحته كبيره، زي مسجد الحاكم ومسجد ابن طولون، وده عشان يدي مساحه اللي بيصور انه ياخد الصوره. افتح لي بقى عزيزي جوجل واكتب في البحث قصر وجنبها اي اسم اوروبي عشوائي، هتلاقي الصفحه اتملت صور المبنى من بره، وكل صوره ما شاء الله احلى من الثانيه من غير ما تروح اوروبا. شوف قصر البارون وانت تفهم على طول. نرجع تاني بقى لقصر الحمراء. الاوروبيين والامريكان ادركوا ان هم عشان يقدروا المبنى ده كويس لازم يدخلوه ويفهموه من جوه، يفهموا المعنى، مش هينفع يقطع حته من التورتايه كده ويدوقها وخلاص، لازم يجرب كل قطعه في طبق الحلويات لوحدها ويزوروا كل فراغ في المبنى ويفكروا فيه لوحده. وبالفعل دخلوا المبنى وعينك ما تشوف الا النور. بعد ما تعدي المشهور اللي كنا لسه بنتكلم عنه هتوصل بهو الريحان اللي في نص يا عزيزي هذا المنظر الجميل، مسطح مائي بيعكس وراه برج من ابراج القلعه. طب مش عيب كده يا ابو حميد؟ واللي في نفس الوقت جواه قاعه السفراء. وفي اللحظه دي عزيزي ادركوا معنى ان المبنى بيتفهم من جوه. قصر تشارلز الخامس معمول بحيث وانت بتقرب منه يقول لك رساله، خد بالك انا اللي مسيطر هنا. لكن السلطان يوسف الاول بيقول لك اتفضل البيت بيتك، خش جوه، المدخل بسيط، الفراغات بسيطه، بس اول ما هتدخل جوه تفتح بقك وتقف ساكت خالص من الانبهار. هتلاقي عزيزي الجمال والثقافه والشياكه والرشاقه موجوده في كل تفاصيل المبنى. في قصر تشارلز الخامس هتلاقي الاعمده صلبه قويه وثابته ومنظمه، لكن في الحمراء الاعمده رشيقه ومزخرفه. ولو انت حاسس يا عزيزي انها تو ماتش زخرفه، فهو ده المطلوب اثباته، انك تدرك كويس قوي ان انت اصغر من انك تفهم كل التفاصيل اللي قدامك، وتحتاج تروح تيجي تاني، تروح وتيجي تاني عشان تفهم كل ده. انت داخل يا عزيزي على السلطان يوسف الاول ذات نفسه، بتدخل بعد كده على قاعه السفراء اللي السلطان بيستقبل فيها سفراء الممالك الثانيه، واللي كمان متغطيه بقبه خشب مكونه من اكتر من 8000 قطعه خشبيه، 8000 قطعه منفصله ومتركبين في بعض، عشان تقف رافع راسك لفوق مش عارف اصلا تنبهر من كتر ما التفاصيل مبهره جدا. شد عضلي من كتر ما بص لفوق،
ولا يا عزيزي علاقتها واشكالها الهندسيه المعقده ولا الامكانيات اللي خلتهم يبنوا قبه بهذا الشكل وبالارتفاع ده اصلا وكل كوم وفكرتها كوم. الفكره عباره عن 7 تكوينات هندسيه دائريه ترمز الى السماوات السبع وفوقهم كلهم الدائره المركزيه اللي بترمز لعرش ربنا. ولا من الايات والاشعار اللي مكتوبه على اطراف القبه في مكان زي ده يا عزيزي بعد ما بتدخل تعرف حجمك كويس. اصلا القاعه دي مش اروش حاجه في القصر لسه في قاعه الاختين وباو السباع وقبه المقرنس. يا لهوي على قبه المقرنس. المقرنس ده واحد من اهم العناصر المعماريه اللي بتميز عماره المسلمين. لما تكون بقى رايح السلطان حسن عشان تشوف موضوع حدود المبنى الخارجيه والمدخل والكلام اللي كنت بقوله لك ده قبل ما تدخل بص فوق المدخل يا عزيزي مقرنس كبير. المقرنس يا عزيزي كعنصر معماري اصله جاي من اسيا الوسطى وعدى على ايران كده وحجب المسلمين وفي كل حته كانوا متبنيينه وحرفيا جابوا اخر ما عادش في حاجه تتعمل اكتر من اللي عملوه. وظيفته ببساطه ان لو عندك مبنى مربع 4 حيطان يعني وعايز تحط فوقيه قبه هتقابلك مشكله يا عزيزي ازاي تركب دايرة على مربع. أكيد هيبقى في فراغات بينهم. المقرنس ده عزيزي عبارة عن تدرج في شكل مربع لحد ما يوصل للدايرة. هو ده ترانزيشن USB. فخسر حمراء بقى قال لك ما بديهاش. إحنا لسه هنبني قبب؟ لا. إحنا نخلي القبة كلها مقرنصات. عجيب مشاهد. المقرنس اللي أنت شايفه ده اللي هو شكله حاجة معقدة جدا ممكن يتبني بس ما واحد. خلينا نشرح. عجيب مشاهد الجميل. لو وريتك مربع مرسوم على ورق في بعدين 2 dimensions. وقلت لك تعالى معايا نخمن البعد الثالث بتاعه شكله عامل إزاي. ممكن يبقى مكعب كيوب. بس برضه ممكن وشوف دي يبقى هرم قعدته مربعة في 2 dimension بس في 3 دايمنشن طلع هرم. ممكن يبقى حاجات كتيره جدا. وعشان تبني اي حاجه في 3 ابعاد لازم يبقى معاك رسمتين على الاقل، مسقط راسي ومسقط افقي. المقرنس المكلكع المبهر ده بقى ممكن يا عزيزي تبنيه بالافقي بس عشان هو عباره عن قطع صغيره كتير بتركب جنب بعضها. لو عملت القطع وعرفت مكان كل واحده ما حدش متبقي غير انك ترصهم جنب بعض. المقرنس ده يا عزيزي عامل زي طبق حلويات شرقيه ثلاثي الابعاد. نرجع بقى لاصل الحمراء. الفكره اللي العالم الغربي اتفاجئ بيها وهو بيستكشف في عماره الحمراء هو قد ايه حضاره المسلمين قدرت تحط كل هذا الابهار جوه غلاف خارجي بسيط ومتواضع. لسه يا عزيزي فئات كتيره من الناس بتحب قصر حمراء، المعماريين والمؤرخين والفنانين والسياح ومقدمين البرامج وغيرهم كمان. لكن انا نفسي يا عزيزي اكتر فئه احب اشوف اعجابها بهذا المبنى هم الرياضيين الماثماتيشنز. الايه يا ابو حميد؟ الماثماتيشنز. تخيل يا عزيزي علماء الرياضيات بيحبوا قصر حمراء ليه؟ ليه يا ابو حميد بيجمع الحبايب وبيطرح الخير؟ لا عزيزي الرياضيين بيحبوا قصر حمراء عشان البلاط بتاعه. الناس ماشيه تقرا ولا غالب الا الله على الحيطان وتبص على الاعمده والقبب والشجر والميه. بتوع الرياضيات بقى ماشيين يعدوا البلاط. الواحد ربك هو واحد، 2 الحسن والحسين، 3 بالله العظيم ما جاي هنا تاني. الرياضيين يا عزيزي العزيز بيحبوا يعدوا البلاط عشان نظريه المجموعه الجروب ثيري. مش كان اسمها ابو حميد الجروب ثيرابي؟ لا، الجروب ثيري يا عزيزي نظريه رياضيه بتهتم بدراسه المجموعات. طبعا يا عزيزي انت مش عارف المجموعات دي ايه؟ المجموعه ببساطه هي تجميع لكائنات رياضيه مجرده والعمليات مطبقة عليها. ايه؟ ليه عملوا كده؟ ما هي دي المجموعة يا ابو حميد، مش كانت روسيا والاورجواي وماتش السعودية مضمون؟ عايزين مشاهدين تعريفات الرياضة كده؟ هشرحها لك. ايه ده؟ المربع ده شكل هندسي، بتوع الرياضة مسمينه كائن رياضي مجرد، عشان لو قلنا مربع عادي الناس هتاكل وشنا. لو انت جبت مربع وغيرت فيه شوية حاجات، مثلا يعني لفيته 90 درجة، هتلاقيه هو نفسه. طب لفه 180 درجة، برضه مربع. طب اعكسه على المحور الرأسي أو الأفقي. طب القطر. هو ده عزيزي نظرية المجموعة بتدرسه، عدد التغييرات اللي ممكن تعملها على الشكل ويفضل هو هو، مفيش حاجة فيه بتتغير. ده عزيزي اللي كنا بنقول عليه سيمترية. طبعا كل ما الشكل يبقى معقد اكتر كل ما كان اصعب ان انت تخليه سيمتري. البلاط والزخارف اللي في قصر الحمراء مليانه لعبه في موضوع السيمتريه ده بقى. شوف مثلا معايا هذا التكوين، ممكن وانت قاعد في الحمام تبص على السيراميك وتقعد تلعب اللعبه دي. المهم علماء الرياضيات وجدوا ان هناك 17 نوع فقط من السيمتريه يمكن تحقيقهم في حاله الاشكال ثنائيه الابعاد. طبعا عايزين الموضوع اكبر من كده شويه بس معلش لصمها في دماغك لحد دلوقتي. بلاط بقى وزخارف الحمراء فيها كام نوع من انواع السيمتريه 17 دول؟ كلهم. في اخبار بيها وفي ايه؟ لكن يوسف الاول ومحمد الخامس اللي بنوا اهم اجزاء في القصور دي ما كانوش ناويين يسيبوا فرصه يقولوا فيها للزوار انا بابا يالا الا ويستغلوه ويجيبوا اخرها. تشارلز الخامس يا عزيزي برضو كان عايز يقول نفس الكلام، والاتنين عملوا مباني بتوصل نفس المسج، بتقول اللي جاي القصر انت ولا حاجه. اقف يا سايح، انت سايح. بس كل واحد فيهم بيقول ده بطريقته. مين فيهم ابو حميد طريقته احسن؟ لا دي يا عزيزي ذوقيات مش ده المهم بالنسبه لي. انا في الحقيقه يا عزيزي اللي يهمني اكتر هو طبق الحلويات الشرقيه. كل فرق زي ما قلنا يا عزيزي بين تفكير المسلمين بالمباني اللي صمموها وبين الاوروبيين واللي انتجوه. لكن يا عزيزي لما بحاول افكر في سبب الاختلاف ده الموضوع بيزداد صعوبه، هناك ميل حقيقي للتفكير بطريقه مختلفه فعلا. بعض الباحثين قايل لك ان السبب هو درجات الحراره، عشان الجو عند المسلمين حر، فاحنا بنعمل مباني ليها فناء داخلي، الفناء يا عزيزي بيساعد على تنظيم درجه الحراره
كفاءة عالية، عشان كده المسلمين بيهتموا بالداخل أكتر من الخارج. واحد يقول لي يا أبو أحمد طب ما قصر تشارلز الخامس فيه فناء. في الحقيقة عزيزي أوروبا كلها مليانة أفناء، بس برضو اهتمامهم بصورة المبنى على بعضه كوحدة واحدة وان يونت أكبر بكتير من الأفناء. باحثين تانيين قالوا إن ده تأثر بتعاليم الإسلام. الإسلام بيأكد في أكتر من موضع على فكرة التواضع، سواء في المباني أو اللبس أو أي حاجة. الإسلام مش بس في نصوص بتقول بلاش تزخرفه، لا، هو بيعتبر ان اي مكان طاهر مسجد. المهم اللي بتعمله فيه ده زي ما تقول كده بيصبح شيء مستبطن في عادات وافكار الناس. يعني السلطان يوسف الاول ما كانش بيفكر كده، ما كانش بيفكر اللي انا مسلم فلازم اعمل مبنى متواضع من بره، لا، هو اصلا بيعمل قصر يحط بيه على كل الممالك التانية. بس هو الثقافه اللي نشأ فيها خلته يستبطن في داخله عدم اهميه المظهر الخارجي في مقابل ما هو داخل المبنى. دي عزيزي بقت طريقه تفكيره العاديه. انا بشكل شخصي بحب الفكره دي جدا والله يا ابو حميد، ولكنها عزيزي في الحقيقه مش بتفسر كل حاجه، لان الملاحظه الاكيده هو ان هناك ميل عام لتحقق الافكار دي كل ما تروح ناحيه الشرق اكتر. يعني الموضوع مش بس مرتبط بالاسلام، طبعا الاسلام عنصر مؤثر ولكنه مش بيفسر كل حاجه. في الشرق الاقصى الصين واليابان وكوريا قصر الحاكم بيبقى اسمه المدينه المحرمة، لأنه كان بيبقى زي المدينة فعلا، مباني كتير جدا متجمعة على بعض، من بره المباني البلد كلها شبه بعض، بس الاختلاف الحقيقي تاني من جوه. هناك شيء ما مجهول بيدفع الناس انها كل ما تروح ناحية الشرق تفتت المباني لوحدات أصغر، في حاجة كده، ما نعرفش هي إيه، ليه كل ما تروح إيست يبقى ده الشكل، وكمان بيدوا أهمية أكبر لداخل المبنى عن خارجه. تسمع عزيزي عن حركة المعرفة؟ حاجة من الحاجات الجميلة اللي موجودة في قصر تشارلز الخامس هي إنه مبني بطراز عصر النهضة الرينيسانس. والقصة ببساطة إن أوروبا في هذه الفترات كان فيها حركة علمية وفلسفية نشيطة. بعدها أوروبا غرقت لفترة في عصور الظلام، وقتها كان المسلمين في أوج تقدمهم وأنقذوا علوم وفلسفات أوروبا وطوروها وحسنوها وعملوا الأحسن منها. خدوا من اليونان وإيطاليا وإيران وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا، واستعملوا كل هذا التراث في تصميم وبناء واحد من أهم مباني المسلمين. وهتلاحظ في الأجزاء اللي بناها محمد الخامس زي بهو السباع مثلا إنها فيها تأثر كبير بالعمارة المسيحية. بعد كده بدأت أوروبا تفوق في عصر النهضة، فجابت علمهم القديم من المسلمين بعد ما أنقذوه وترجموه وشرحوه، وخدوا معاه علوم المسلمين الجديدة طوروها وحسنوها وعملوا نهضة جديدة الرينيسانس. الحضارات دوارة عزيزي، العلم والفن مش بتوع حد. من الملفت جدا عزيزي بالنسبة لي ان ده مش النمط الوحيد اللي ممكن تشوفه في قصة قصر الحمراء، ولكن هناك نمط اخر حزين جدا. هذا النمط لاحظه ابن خلدون اللي عاصر قصر الحمراء. ابن خلدون صار الحمراء وأدرك شيء مهم جدا، إن الحضارة دي بتنتهي. كان شايف إن الحضارات اللي ما بتبدأ تهتم قوي بتطوير منتجاتها لحد ما توصل لمستوى الرفاهية، التفنن في الطرف واستجادة أحواله، ده بيكون يا عزيزي معناه إنها بدأت تنهار. وهي دي عزيزي بالظبط قصة قصر الحمراء. المسلمين حكموا الأندلس 750 سنة، وأجمل وأعظم ما بنوه في هذه الفترة هي المباني اللي اتبنت وهم بيتهزموا، متخيل؟ لكن عموما وبعيدا عن الحنين والحزن والشرق والغرب، المهم يا عزيزي مهم يكون وصل لك ان المبنى مش تمثال، وان العماره مش مجرد شكل. شكل المبنى من بره مجرد عنصر من عناصر المبنى كله، والاهم منه كمان الفراغ اللي بنتحرك فيه ونعيش جواه. الفراغ ده بيقول ايه؟ بيتفاعل معانا ازاي؟ المعماري السويسي جاك هيرزوج بيقول ان المسلمين يا عزيزي هم اللي اخترعوا الفراغ، وقصر الحمراء ومفاجاته واحده من اجمل النماذج على ان المبنى مش مجرد صوره ولكنه فراغ بنعيش جواه بنملاه. بس كده يا عزيزي، وانت قاعد في هذا الفراغ وعندك وقت فراغ، ارجوك بس تشوف الحلقه اللي فاتت، تروح تشوف الحلقات الجديده، تنزل تبص على المصادر، احنا اليوتيوب اشترك القناه. عزيزي مش هيتخليني اقول لك نكته هندسيه. ليه عزيزي اللبن دايما بينقص في امتحان الرياضه؟ اقول لك ليه يا عزيزي، عشان يا عزيزي كامل الدسم ونسى يحط سمه التكامل. واحد يقول لي يا ابو حميد هو اللي فيه ده احنا ممكن نحلمه؟ حلو.